الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الدارمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: دخلت مسجد الكوفة فرأيت الناس حلق في المسجد، جالسين على شكل حلق متعددة، وعلى كل حلقة من تلك الحلق رجل ومعه حصى، واحد شايل الحصى معه، فيرمي الحصى ويقول للناس: سبحوا 100 واحمدوا 100 وهللوا 100 وهكذا، يعني كل مرة بدي الناس عدد معين لذكر من الأذكار. قال: فانطلقت إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود هو العالم والحاكم. وهنا يا أخوانا أدب أبي موسى الأشعري، مع أنه هو عالم صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رفع الأمر إلى من هو أولى منه بالعلم والحكم. مشى طوالي لابن مسعود رضي الله عنه وانتظروا جنب الباب، انتظروا لما يطلع. فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت اليوم أمرا في المسجد أنكرته. خد بالك، أبو موسى الأشعري أنكر الأمر ده، مع إنه الليلة أنت لو شفت ناس قاعدين في الجامع، واحد ماسك له سبحة ولا حصحاص بيقول لهم سبحوا وهللوا أو كبروا، كثير من الناس ما بينكر الكلام ده. أنت بتعتبره ده أمر عادي جدا، ما في مشكلة. طيب، كثير من الناس ما بينكر الكلام ده، لأنه أقرب واحد بيقول لك: يا مولانا، نحن قاعدين نسبح ولا بنسب دين؟ بيقول لك: إحنا بنسبح الله وبنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع إنهم بيسبحوا وبيهللوا وبيكبروا، أبو موسى الأشعري قال: أنكر الكلام ده. أنكر شنو؟ ما أنكر التسبيح ولا التحميد ولا التهليل، أنكر هذه الصفة من صفات الذكر، الصفة دي منكرة، تمام؟ فابن مسعود تعامل مع الموضوع ده بأمرين، تعامل معه بالعلم وبالسلطان. أصل السلطان ما عنده نظام براو، يعني أحيانا في ناس العلم ما بيستغلوا به، الواحد دار يسوي البدعة بتاعته، لكن السلطان بيأدبه. فابن مسعود أول ما دخل عليهم، في رواية لابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، قال: ركل ابن مسعود الحصى. أول عائلة أصحاب بتاعهم ده شلتوا لهم، ده نمرة واحد شلت لهم حصحاصهم. أنت عارف هسه لو أنت شدت لك سبحة بتاع الزول بيعمل، ممكن يفتح فيك بلاغة، تشوت السبحة ويا أنت ما عندك دين ويا وهابي يا منكر يا زول قدم مهل. ابن مسعود شلت لهم الحصحاص بتاعهم ده جوا الجامع، وبعد ذاك ناقشهم نقاش علمي، والنقاش العلمي ده احنا موضوعنا معاك، اما كونه نشلت الحصحاص والسبحه نقطع عليك في راسك ده ما موضوعنا نحن. نحن لو عندنا سلطان بنقطع عليك، لكن ما عندنا لك سلطان يا صوفي، شي سبحتك ساي، نحن بنتكلم معاك بس كلام ساي بخشومنا ده، كويس؟ فابن مسعود سالهم سؤالين، قال او توجيهين الدائن لهم، قال: اما انكم على ملة هي أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده واحد من خيارين، نمرة واحد قال لهم كده اختار واحد منهم: إما إنكم أنتوا عندكم عقيدة وعبادة
أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقدر يقولوا نعم؟ ما بيقدروا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير الهدي هدي محمد، ما في ذول عنده دين أفضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يا توفين تقدر تجيبوا ضلالة ولا انتوا خير من النبي؟ ايوه، لما الخيارين ديل عصرنهم شديد ما يقدروا يختاروا واحد منين، استخدموا حاجه اسمها الحيده. الحيده دي يعني الزوغه، تزوغ من الموضوع، يسالوك سؤال تمشي تجاوب حاجه ثانيه. اسال انت لما تجي تسال الصوفي، الصوفي قاعد جنب القبر وبنده ساي، اوه يا ابو الشيخ بنادي، تسألوا تقول له هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما يقدر يجاوب على السؤال ده. الشيخ بيسمعك؟ ما يقدر يجاوب. الشيخ لو سمعك بيحل لك مشكلتك؟ ما بحلها. أكان بحل المشكلة ما كان يحل مشكلة البلد دي؟ البلد دي الجوع راقد والفلس راقد وبلاوي. شوف احنا محلنا اللي قاعدين في ده وسخان كيف؟ بلاوي. الشيوخ ما حلوا المشكله دي معلوم؟ اكثر بلد فيه قبب صوفيه ودلاقين وطرق كله فيه وبعد جعانين. يعني نحن صوفيه شيوخكم ديل ما استفدنا منهم اي حاجه في البلد دي. استفدنا شنو احنا من الصوفيه ديل؟ يقول لك 98 ولا 99 قبه في بحراز، استفدتوا منهم حاجة انتوا؟ القبب ديل بحلبة لبن ولا شيء، برضع عن ولا حاجة، ما استفدنا منهم أي شيء. أها بجاي طريقة ختمية في بحري، وبهناك سمانية في مدرمان، وركينية في أبو آدم، وبرهانية سوق الشعبي، فهمت؟ وبجاي بأدراب شرق ده هنا، وناس ود بدر وعراكيين وتجانية بيجاء في الحاج يوسف، استفدنا منها شنو نحن؟ نفعونا بحاجة ولا شيء. بلد مفلسة، وأبوك الشيخ أول ما تخش له بعاين في جيبك والحوار قاعد برا، رباط الحوار اللي قاعد جنب الباب ده، ده أنت قالوا قاعد ليه؟ ده قاعد للبقرة اللي في جيبك ده، داير وأنت تقول يا الشيخ بينفعني، والشيخ خرتك، خرت البقرة اللي في جيبك، شالوا كل الحوار المسلط اللي قاعد برا ذاك. شال الحكاية دي منك كلها، ويجي بعدها تلقى المسكين جاب العتوت ادى للشيخ ويقول لك والله نحن كما الاولياء ديلا كان جوعنا، والاولياء جوعوك، الاولياء لك العتوت بتاعك ده قالوا منو انت؟ قالوا الواحد مساكين ده يا حنا ده، والله انت شوف حاله والله دحين على ذاته مسكين وحاجه ما عنده، والمشي في الوطن غالبه، وتلقى شال العتوت مودي للشيخ، والشيخ كرسي واحد ما بقى يعيد الا كرسيين يطبقوه له عشان يقدر يقعد ويهببوا فيه فكرته قدر ده السيف ما يدليها. ده الاكلك ولا انت اكلته؟ فلا بينفعوك ولا ممكن يضروك، عشان كده ربنا قال يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. ضره لانه بضرك في الدنيا بياكل حقك، وبضرك يوم القيامة لأنه بسببه حتخش جهنم، عرفته؟ وبالتالي يبدأ كلام ابن مسعود رضي الله عنه لهم، قال لهم إتوا إما إنكم على ملة هي أهدى من رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. نحن الليلة بنوجه سؤال للصوفية، ربيع أول قرب ومن السيدي، الصوفية فوطوا في خشم للمديح بتاع المولد وبتاعنا الحلاوة، بكونوا مشوا مصر عشان يشتروا الحلاوة، وبتاعنا الخيام بكونوا جهزوا خيامهم الأيام دي قرب المولد بدي معشدة كده كويس. عندنا سؤال موجه لأي صوفي ماشي ينطط في المولد ويرقص ويأكل الحلاوة ويعمل فيها بيمدح في النبي، ده ما مديح للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من كل ما يحصل في المولد من مدايح شركيه ومدايح بتاعت بدع ومن اختلاط وقله ادب ومن بنجو بيبيعوه هناك
ومن واحدين بيمشوا بقرصوا البنات، النبي صلى الله عليه وسلم بريء من ده كله، لأنه حرم النبي عليه الصلاة والسلام أكان مديح أكان اختلاط أكان رقيص كله ده حرام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سؤالنا الموجه لهم، انتوا عملتوا مولد رايات معلقة، تجي خاشي من برا تقول لك خيمة الدسوقية وخيمة الكباسية وخيمة القادرية العركية وخيمة القادرية أولاد الجعلي وخيمة القادرية كدباس، الخيم دي كلها نقول لهم زمن النبي كانت وين؟ كانت في مف. طيب يا صوفية انتوا جبتوا دين جديد؟ أيوة. إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة الجديد ده، إما دار تفتحوا باب ضلالة، أو أنكم على ملة هي أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا أخير من النبي؟ قول لك لا يا مولانا، نحن بنحب النبي وبنحتفل بالنبي. أيوة، الاحتفال ده فات على الرسول يعني؟ فات عليه؟ ما فهموا، ما عرفوا. طيب، وفات على أبي بكر الصديق، وفات على عمر، وفات على عثمان وعلى علي ومن بعدهم الأئمة، فات عليهم. وجيتوا عرفتوا إتوا الليلة يا صوفية، ولا عرفوا الفاطمية الشيعة اللي جابوا الاحتفال الباطل المنكر ده؟ أيوة. سؤالنا لكم يا صوفية، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم على ملة هي أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكان قلتوا نحن ما دار نفتح باب ضلالة، كده نمرة واحد انتهت. اثنين، قلتوا انتوا ما خير من النبي؟ أيوة. وقفوا الشغل ده كله، وقف مولد، ها وقف احتفالات، لأن هذه كلها باطلة. طيب ابن مسعود لما انحادوا قاموا قالوا له شنو؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، نحن دايرين خير بس، شغالين ذكر بيسبحوا وبيهللوا وبيكبروا، دايرين شنو؟ الخير. قالوا أيوة. ابن مسعود قال لهم كلمة وصارت مثلا إلى يومنا هذا، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، لأنه داير الخير لابد يسلك السبيل بتاع الخير، لابد يسلك سبيل الخير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أراد الآخرة، أراد الآخرة يعني نيته صادقة وتوجه مخلص لله عز وجل، دائرة الآخرة دائرة الجنة. لكن ربنا قال شنو؟ جعل لها شرط، قال وسعى لها سعيها. الآخرة دي ما بتمشي لا بأي درب، ما زي المثل بتاعنا المثل السوداني بيقول لك كل الطرق تؤدي إلى روما، لا لا، ما كل طريق بيودي. عشان كده ما في طريق بيوصلك لله إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال المولى عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت عارف ما عندك أي خيار تاني تختاره إلا تختار هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كويس؟ فابن مسعود نصحهم قال لهم يا أمة محمد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر، يعني أنتوا شنو البدعة جبتها سريع دي؟ سريع كده النبي صلى الله عليه وسلم مات وآنيته لم تكسر لسه، دار تجيبوا البدعة وتفتحوا باب الضلالة. قال وهذه ثيابه لم تبلأ، ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ما بليت، دار تفتحوا باب البدعة. وبعد ذلك زجرهم ابن مسعود في رواية لهذا الأثر، قالوا رأينا هؤلاء، لأنه يا ناس الزول اللي بيفتح باب بدعة بتجيب معاه بدعة ثانية، قالوا رأينا هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. يوم النهروان دي المعركة اللي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم بقيادة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ضد الخوارج، فكانوا المجرمين الماسكين الحصحاص، شفت قاعدين في الجامع ماسكين الحصحاص وبسبحوا عاملين فيها مولانات ديلك
خشوا مع الخوارج طوالي، لانه الانسان اذا في قلبه بذره البدعه، البدعه بتتطور والبدعه بتجيب بدعه ثانيه. وبالتالي يا اخواننا، انت كمسلم صادق في توجهك على الدين الاسلامي تبعد من البدع. اجابه الصوفيه الليله فتحوا باب الضلالات. الليله مشت اكثر من شوف ابن مسعود اللي شلتها لهم بكرعيه، وديك دي عباره بسموها العلماء بدعه اضافيه. بدعه اضافيه يعني شنو؟ يعني هي في اصلها مشروعه لكن غيروا في شكل الذكر. التسبيح مشروع من السنه، والتهليل مشروع، والتكبير مشروع، ده كله اصلها مشروعه، لكن غيروا شنو؟ غيروا في طريقة العبادة، جابوها بعدد وبحلقة وبحصحاص. اتخيل ابن مسعود في البدعة زي دي شلت لهم الحصحاص وقال لهم انتوا اما مفتتحي باب ضلالة واخير من النبي. ما بالك لو رأى ابن مسعود ما يحصل الليلة. لو شافه كان بيقول شنو؟ اجي لقى له واحد نط فوق وطق الواطا وبيتمردق في التراب. حي 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 تلقاه شغال كده وبيتدردق في التراب. ده ابن مسعود بيسوي شنو؟ انا بتوقع براي، بتوقع انا بيركب بسطونه، ده يدي لك بسطونه في راسه لما يعرف حاجه. صحابه ما بيلعبوا، ما بيلعبوا في كسر البدع، يكسروا البدع طوالي. زول ينطط، طب تنطط مالك؟ في شنو؟ داقين نوم. عم يشوفهم ناشرين فيديو اليومين ديل عن مقابر حمد النيل، واحدين قال سيبنا المجازيب، جذبك منو انت؟ وتلقى لك انجذب منو ذاته؟ قال مجازيب، قال واحد مربي له شعر زي المرة مضفره وسخان ولابس جلابية حمراء بأخضر ببنفسجي بشنو ما عارف 16 لون ومعفن، وده بينط فوق ولافي كده ده وبيدردك بالتراب. في النهاية الرقيص فوق لما انغلبوا رقد بقى بيرقص بظهره زي الضب، شفت راقد على ظهره كده ذاك. ده شنو هسه؟ أسألك بالله، ممكن تتخيل انه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كان بيرقصوا زي ده؟ كده بتتخيل انت؟ كده وسع خيالك، وسع خيالك. ممكن يكون ده ابو هريره بيعمل زي ده؟ عياذ بالله، ما ممكن نصه. عشان كده ده ما دين، والشيطان ما بخليك تجيب على حته واحده. شفت كل ما انت تمشي مع الشيطان خطوه بيوديك الثانيه. عشان كده ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى قال استحوذ عليهم الشيطان، ده ابليس يتمكن منه كده ده. فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. نلتقي ان شاء الله الحلقه القادمه.